أهم الملفات باختصار يعني ملفات مهمة نوقشت في فرنسا. مطار نينوى كان له ومترو بغداد طيب. كان له الحديث مع الشركات المنفذة وحتى مع الجهات الممولة لهذا المشروع اللي مرتبطة في مؤسساتهم الرسمية. صار الحديث على ضرورة استقرار العراق، إنه العراق يجب أن يستقر ليستقر محيط العراق، لا يترك العراق لشيء يعني لوحده ليواجه كل هذه التحديات، التحديات الإقليمية، التحديات الدولية، وهم جزء من المجتمع الدولي بتأمين الوضع العراقي، لأن عدم استقرار العراق ستستمر الفوضى تنعكس سلبا على الوضع العراقي، تنعكس سلبا على الوضع الإقليمي هنا، وتصل تداعياتها إلى دولهم. لا يرغبون بوجود أفكار متطرفة تباعا تأتي بالعراق بغض النظر عن لون هذه الفئات المتطرفة.